الشجاعة لمالك غدير بن سيف بن عبيد الاكتبي الذي انتزع الشوط الرئيسي بدون أي أوامر وسجل توقيت زمني مقدار 4:30 من خلال هذا الحضور وهذا الانتصار. هكذا نجدد لكم التحية واللقاء مع انطلاقات هذا اليوم يسير على بركة الله وتوفيقه. شوط جديد من أشواط الخير من أشواط البركة ويسير ثالث الأشواط الخاصة بالإبكار الحقايق سن المفاجآت. هكذا هكذا الاستعداد الكبير من أبناء المواطنين من محبي هذه الرياضة أبناء القبائل يعدون العدة للختاميات للمهرجانات التي على الأبواب. ونتابع هذه المنافسات الودية في هذا اليوم نتابع الصدارة نتابع المركز الأول وأبدأ بالشهامة اللي على المقدمة الأولى محمد بن حمد بن عمران الاكتبي يتقدم على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول بينما جليل سالم بن سليم بن خصوان العامري غادما من المصانع الجنوبية يتقدم على مستوى المركز الثاني بينما آخذ اللي على المركز الثالث وهذه هي الذاير تتقدم بشعار محمد بن خاتم الشامسي راعي الأبيات الشاعر يتقدم بينما آخذ اللي على المركز الرابع وصلت الشروق أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي بينما أخذ الآن اللي على المركز الخامس اللي وصلت وتقدم الثقة صالح بن مسلم بن سالم الجنيبي. هكذا هي النتيجة هكذا هو ندائنا للخمسة المراكز الأولى بينما أسامي بينما شعارات غادمة للتحدي غادمة للمنافسة الغوية ولكن عودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى جليل. هذه جليل اللي على المقدمة الأولى على المركز الأول تتقدم بشعار سالم بن سليم بن خصوان العامري ممثلا لهالي المصانع الجنوبية أهالي ميدان الوقن بينما ناخذ الآن اللي على المركز الثاني هذه تتقدم ثقة ثقة لصالح بن مسلم بن سالم الجنيبي يأتي على المركز الثاني ليغير إلى الصدارة الأولى بينما شروق شروق تتقدم بشعار أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي بينما في المركز الرابع شوف لي شعار بو سلطان شوف لي شعار بو سلطان اللي قادم على ظهري بحور بحور واصلة محمد بن مسفر بالقوبة المنصوري ولكن شوف اللي وصلت شوف اللي تقدمت مصلومة 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 قادمة عمير بن سعيد بالذويب العامري ولكن يا بن خصوان يا بن خصوان عطره عطره مجال للوصول للوصول الى الفوز الى المتابعه الى المركز الاول. الله 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 الله, الله, الله على الإثارة. هناك مشاهدين الاعزاء اللي غيرت نحو الصدارة اللي غيرت على المركز الأول. أعطوني مجال يا أخوان أعطوني مجال يا أخوان للمتابعة للمتابعة. الله 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 اللي غيرت اللي غيرت اللي اندفعت إلى الصدارة راحت راحت مرضية مرضية ذياب بن سالم بن سعيد الوهيبي. سلام الله عليكم يا أهل السلطنة سلام الله عليك يا الوهيبي على فوز مرضية على فوز مرضية. تهانينا لذياب بن سالم بن سعيد الوهيبي المركز الثاني اللي وصلت. مشاهدين الاعزاء ظفرة لعلي بن سلطان بن علي بن ميرين بينما وصلت مع المركز الثالث
كان الوصول من قبل مسلومة لعمير بن سعيد بالذويب العامري هو من احتل المركز الثالث. هكذا هي النتيجة لثلاثة المراكز الأولى عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول مشاهدين الأعزاء اللي هي مرضية إلى خط النهاية محققة هذا الفوز والانتصار لذياب بن سالم بن سعيد الوهيبي. توقيت الزمني 4:30. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.